الآن مع الرواية قصة وقصيدة. الحقيقة أن روينا الأخ محمد بن علي بن مردي بس أثر عليه فيصل الليلة وبعده حاول أن يمنعه. الآن مع الأستاذ حسن بن محمد بن زيد بن يتفضل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بارك العريس ويقول له كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم بارك الله لكم وبارك عليكم وجمع بينكم في خير. في بيت مشهور يقول قالوا هابيل وجاهز لي هبالي. الطيب والأصحاب الرحمة. البيت هذا كان فيها مصدر أبو اثنين بيعي من أخبار الأمير الوليد بن طلال بن عبد العزيز. كان هناك البلاء أقرب إلى أخويا عند الأمير. كل مكان ولا منزل عنده. قال له الأمير الوليد جدي ولا جدك أخي؟ سؤال محدد. وكما تعلمون ان قبيله السيف في فتح الرياض ساعد مجموعه منهم كانوا مع الملك عبد العزيز رحمه الله عليه في والله تراه. فقال جدك ولا جدي يا طيب؟ قال جدك ونعم. وجداني كانوا في مقدم الجيش. زعل الوليد بن طلال الذي يولي وكان هاوش يعني زعل كذا وغاب. غادر قصر الامير وكان يعني زعل اعتذر انه ما يروح عنده كقوي. وبعد فتره ارسل ابيات للامير. الابيات تقول يا امير انا عندك حشيما وغالي ولا احب انا شيء يمس الكرامه. نفسي تروي المرجله والعوالي هذا هدف نفسي وهذا الله. هاجرت في باب الشكالة بمالي بعت الرخامة واشتريت الكرامة. أنا مهبول وجايز لي هبالي هبال طيب وراس حارة رخامة. أنا مهبول وجايز لي هبالي هبال طيب وراس حارة رخامة. هذه تفاصيلي وهذه خصالي. يقول هل لي ما زهر في كلامه. انجزت لك يترضى الامير الناصر. انجزت لك فلا رفيق الموالي ونعتني مسموح ومع السلامه. دور وتلقى لك رفيق البدالي وكل اللي يبي رفقتك ترفع مقامه. سلامتك. تسلم ابو فيصل خلاص بنستغني عن محمد. بعد خلاص مره ثانيه ولا تاخذ الدراهم بيض الله وجهكم. عموما اول شيء ارحب بزملاء فيصل حياكم الله الاستقبال والرحب السهل. ارحب بالعموم باسم فايز وفايز واخوان حياكم الله جميعا. طبعا ما سوينا شيء لهذه المناسبه لفائز هذا الليله فيصل يستاهل. وبعضنا ما يتاثر بالشيلات يمكن يتعب منها ولا شيء. والجو داخل هذا القاعه هو جو فرح. لازم الناس كلها تفرح. وحتى اللي شويه متكتر جاي من البيت مثل امثالنا الان لازم كمان نمشي ونفرح.